حماة الأرض والعرض، هم فخر مصر، أبطالها، رجالها، أملها الباقي جيلا بعد جيل. أسود القوات المسلحة المصرية، سادة المعارك، خفة في الحركة، قوة في الصدمة، دقة ومهارة عالية، طراز فريد من الانضباط والدقة، رجال المهام المستحيلة، رأس الحربة الضاربة في قلب العدو. المجد لمن يذود عن أرض الوطن ويحفظ لها أمنها ضد أي اعتداء خارجي. على مساحة تتخطى 189,000 متر مربع يقام الصرح الأكبر في مصر والأول من نوعه في الشرق الأوسط، ليجسد رؤية مصر المستقبلية كقوة إقليمية واعدة وقوية بخبرة عسكرية جبارة وإمكانيات بشرية ومادية كبيرة. تدشن مصر قاعدتها المرعبة التي تتشابه مع قواعد الفضائيين من السماء لتلحق بالدول الكبرى وتبني مقر قيادة الدولة الاستراتيجي الذي سيدوم طويلا كمركز مهم وحيوي للدولة. الأوكتاجون، مبنى مصر العملاق. احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا، متفوقة على دول عدة أبرزها المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما عملت على مدار سنوات على تطوير جيشها لوجستيا وتقنيا بالإضافة لصناعاتها المحلية التي قلبت الموازنة العسكرية لصالحها ومكنتها من الصعود في سلم الترتيب العالمي والعربي لتحتل تلك المراتب المتقدمة مع استمرار التطوير والتحسين. كل ذلك يأتي مع خزان بشري هائل تتميز فيه مصر عن بقية دول المنطقة، وتمرس على المعارك والصعاب، ما يجعلها دولة بارزة ومهمة على خارطة القوة العالمية وذات قرار مهم على مستوى الشرق الأوسط. كل تلك الأسباب دفعت مصر لتطوير بنيتها التحتية التي تعتبر هشة مقابل قوتها العسكرية، لينطلق عندئذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المشروع الضخم الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية ضمن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري عام 2015. والهادف لبناء عاصمة إدارية جديدة للدولة تقع بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس، وذلك قرب الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة السويس. تخطط الحكومة المصرية لتكون تلك العاصمة مقرا جديدا للبرلمان المصري ومعه الرئاسة والوزارات الرئيسية، يضاف لها السفارات الأجنبية. كما ضم المشروع منتزه رئيسي ومطار دولي، ووفق مصادر حكومية فإن مساحة المشروع الإجمالية وصلت إلى 170,000 فدان، ما سيمكنها من احتواء أكثر من 6.5 مليون نسمة وتولد حوالي 2 مليون فرصة عمل. وداخل ذلك المشروع الضخم يقع المقر الأبرز والأهم، وهو الأوكتاجون. فما الدور الذي سيلعبه؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ وماذا ستستفيد مصر منه؟ الأوكتاجون هو المقر الجديد لوزارة الدفاع المصرية، يقع ضمن العاصمة الإدارية الجديدة، وتقدر مساحته الإجمالية ب 189,000 متر مربع، فيما تقدر المساحة الفعلية للأبنية ب 45,000 متر مربع، حيث يضم 8 مباني مثمنة الأوجه بنيت على الطراز الفرعوني القديم ومتراصة على شكل دائرة تضم تلك المباني. وفي مركز الدائرة يقع مبنيين وزاريين يمثلان المركز الرئيسي لذلك المقر الضخم، حيث يرتبطان ببعضهما، فيما ترتبط بقية المباني بممرات طويلة، ويضم بذلك جميع مقار أفرع القوات المسلحة المصرية، ليكون بذلك مركز القيادة الاستراتيجية للدولة، حيث يوجد فيه 6 مراكز هم مركز البيانات الاستراتيجية الموحدة، الذي سيحوي كافة بيانات مؤسسات الدولة، وسيكون شامل بالكامل. ويضم أيضا مركز التحكم بالشبكة الاستراتيجية
الذي يسيطر على الجهاز الإداري في الدولة المصرية، ومركز إدارة وتشغيل المرافق الحكومية الذي يسيطر على كافة وكالات ومرافق الدولة، يضاف إليهم مركز التحكم في شبكة الاستقرار والذي يضمن استقرار الاتصالات على الصعيد الوطني، ومعهم مركز الطوارئ والسلامة ومهمته تأمين خدمات الطوارئ وخدمات الأمن الميداني، وأخيرا يأتي مركز التنبؤات الجوية الذي يقع على عاتقه تأمين كافة الخطط في حال حدوث أي كارثة طبيعية في البلاد. يضاف لتلك المراكز العديد من المستودعات الضخمة التي يمكنها تأمين احتياجات الدولة بالكامل من البضائع الاستراتيجية. أصل التسمية، يعني اسم الأوكتاجون أنه ثماني الأضلاع أو الزوايا، فعلى سبيل المثال مبنى البنتاغون الأمريكي يعني أنه خماسي الأضلاع أو الزوايا، وهو ما يظهر واضحا في صور المبنى، وهي تسمية من اللغة اليونانية القديمة، حيث أن كلمة أوكتا تعني الرقم 8، فيما تعني كلمة بنتا الرقم 5. ومن هنا أطلق اسم البنتاغون على مبنى وزارة الدفاع الأمريكية، وذلك لأنه مصمم على شكل مبنى خماسي الأضلاع. أما اسم أوكتاجون الذي أطلق على المقر الجديد لوزارة الدفاع المصرية، فقد وضع لأن الشكل الكامل للمقر ثماني الأضلاع، حيث تظهر 8 مباني مرتبطة بممرات وبمباني رئيسية في المنتصف، وفي ذات الوقت تمتلك أوجه 8، ليستحق بذلك اسم أوكتاجون بالفعل بسبب التصميم المميز والمتناسق. ماذا تريد مصر من الأوكتاجون؟ في عالم يشهد طفرة هائلة في المجال الرقمي، تعمل الدول الكبرى اليوم على تطوير ترسانتها الرقمية، وفي ذات الوقت زيادة تحكمها في مؤسسات الدولة بمكان واحد ومركزي يمكنها من حماية أسرار وخفايا الدولة، بالإضافة لزيادة قدرتها على مواجهة الهجمات الرقمية، وفي ذات الوقت القدرة على تنسيق العمليات بشكل سلس. ولذلك أطلقت مصر مشروع الأوكتاجون لتكون قادرة على حماية مؤسسات الدولة في ظل اتساع قوتها العسكرية ودورها المهم في المنطقة العربية. وتشير التقارير إلى أن ذلك المشروع سيمكن مصر من زيادة ترتيب صفوفها ومواجهة أي هجوم بقوة واحترافية أكثر، وكل ذلك يأتي في ظل تقارير متزايدة تتحدث عن زيادة قدرات مصر وقوتها. ففي دراسة لمركز كارنيجي للشرق الأوسط عن تنامي قوة الجيش المصري عام 2019، عنون المركز الدراسة بالجيش المصري العملاق المستيقظ من سباته، وباكتمال ذلك البناء يكون العملاق المصري قد عاد للواجهة بأفضل حلة ممكنة. ولا ينحي العار إلا النار النهابة، إلا بالنار والمدفع والدبابة. أصبحنا وخش رجال الصاقة المصرية، بنت في الجو ونرمي قنابل يدوية. زي من حد وأنا بلدي غالية عليا، وظهرنا شعب واقفين نحمي الفدائية. شفر بسينا لك سينا بدمنا مروية، ولا دم الهم في أبطال مستنية. نرويها بالدم من أسوان لإسماعيلية. والله يا رجال ما بدي بالإجابة، في بلدنا أسود طالعين من وسط غلابة. والله يا رجال ما بدي بالإجابة، عقدتنا حديد عقدتهم زيف كدابة. والمصر أكيد في
وحش هنا ليها مهابة. والله يا رجال ما بدي بالإجابة. والله يا رجال ما بدي بالإجابة. فحك وتعالى هندوسك بالدبابة. والله يا رجال ما بدي بالإجابة. حلقي لنموت وتعيش مصر الوهابة.